السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. نبدأ بالصلاة والسلام على النبي المختار عليه ألف صلاة والسلام. اليوم راح نديرو باش نشربو قهوة تاعنا تاع العشية، نديرو خبيزة تاع لانوا دو كوكو، ولا نقدروا نقولوا بسبوسة، نقدروا كيما حبيتو. المهم لهاد الوصفة لازمنا بهاد الكاسة، توما الكاس اللي عندكم ديرو به. عندي هنا درت جوج كيسان تاع لانوا دو كوكو، هادي سي لانوا دو كوكو، هاد لانوا دو كوكو كي شريتها لقيتها رطبه شويه هايله. عندي كاس مناقص صباع تاع سكر كريستاليزي، كاس تاع دقيق رطب، كاس تاني ربع تاع الزيت، عندي قشور تاع الليمون، قريصه تاع الملح، ربع حبات بيض، وجوج باكيات تاع لا لوفور. هذه هي، نبداو الفصفه ديالنا. هنا راح ندير الشربات. شوفوا، او هنا درت كاس الاول، هذا كاس ثاني، وكاس تاع السكر. الشربات نتاع هاد الحلوه ولا تاع هاد الكاطو لازمنا زوج كيسان تاع ماء، وكاس نتاع سكر كريستاليزي، ولا زوج طيسان. واش عندكم شوب طاس ولي تكيلو به الماء كيلو به السكر؟ هنا واش ندير دوك؟ نقطع هنايا هاد، ندير لي طرونش تاع صديق البراج تاع القارص، نرميهم الداخل ونخليه يغلي. شوفوا غير يبدا الغليان 17 دقيقة، مور الغليان طفيو له، فهمتوا؟ 17 دقيقة مور الغليان طفيو له للشربات تاعكم. ما لازمش تكون مويها، ما لازمش تكون عقدة، هذه ماشي عسيلة الشربات. هذه هي دونك، دوك نديرو فوق الفرن، نقطع لها برج تاع القارص ونديرها تغلي. لازم الشربات دائما نوجدوها قبل ما نبداو الحلوه تاعنا. هنا راني درت اربع حبيبات تاع البيض، نزيد ندير لها السكر، هكذا نرمي القريصه تاع الملح، هكذا تاني دوبلي السكر. ملي حبيتو ديرو بالباتور ديرو على روحكم. نرمي القارص اليوم مسكرفج، ومن بعد نوري لكم القارص كيفاش تستحضوا به في المجمد. من بعد ندير لكم، نخلي حتى يدخل القارص هذاك الاصفر الشباب، ندير لكم كيفاش ديروه في المجمد هكذا. ومن بعد نبدا ندير بشويه الزيت، بسم الله، هكذا نسيت باش نقول لكم الحليب. قد ما درنا الزيت قد ما نديروا الحليب، فوالا نسيت مع الاول ما قلت لكمش على الحليب. ها هاك الحليب قد الزيت، يعني كاس ناقص صباع تاع الحليب هكذا. هنا ندير، شوفوا كيلت زوج كيسان تاع لانوا دو كوكو، هادو هما هنا زوج كيسان تاع لانوا دو كوكو، حاجه سهله خفيف وبنين. هلا وهنا نزيد الدقيق، مع الدقيق ندير زوج باكيات تاع لا لوفور هكذا. فوق الدقيق غير ندير دقيق، نرمي لا لوفور، على باليش لاكم اونفان سهله بلا ما تشوفوا لا لوفور. هذه هي، قلنا درنا القارص، درنا الزيت، درنا الحليب، نواة كوكو، البيض، ربع حبيبات بيض هكذا، نحلوهم مليح باش ما يديرولناش البراكس. فوالا هكذا الدقيق، ديرو الدقيق نرطب فوالا حتى نكملو كامل. فوالا هادو هما كاس تاع دقيق وزوج باك وزوج كيسان تاع لا نوا دو كوكو. فوالا ريحة القارص هاي طلعت شهي. هاد المول اني درتلو درتلو الزبدة لا مارغارين هكذا، ندير لكم ونرمي هذاك الخليط تاعي.
الشربات تاعي راهي تغلي دوك، بالخف نحيها. نحبط كلش، شوفوا باش تسويوا البلا تاعكم دائما ها فوق البوطاجي ولا فوق الطابله ديروا له هكذا ها باش يجيكم هكذا، باش يجيكم مستوي كامل، ما فيش جهه طالعه وجهه حاطه. فوالا هذا هو. دوك الفوق تاعي راني مشعلته 160 درجه، نشعلو من تحت قبل ومن بعد يطيب، نعاود نطفي من تحت نشوفو احمر من تحت نشعلو من الفوق. هذه هي من 160 حتى 165، ويلا كان 160 تقدروا تطلعوا حتى 170 اذا كان الفوق تاعكم ثقيل، ويلا كان قوي لا لا ما ماشي تمتم تشعلوا له النار يطيب احمر من الفوق ومن تحت يقعد لكم خضر. ديروا من 160 درجه حتى 165. هذه هي هنايا وطاب هاكو كيما راكو تشوفو، راهو خدا لون هايل. دوكا واش ندير، تحبيتو تبيكيوه ب ان كوردون ولا بفرشيطه ولا بموس، حبيتو غير هكذا باسكو راهو مازال سخون دوك كاع يشرب ان شاء الله. هذه هي باش نقولكم على الشربات، ما تقولوليش مدام ديالهم ما كفاتناش كاس. دوك نتوما سا ديبون المول تاعكم. ديجا انا وريت لكم كيله سكر زوج كيلات تاع الماء، انا كاس واحد بزوج كيلات تاع الماء ما كفانيش، انا راني دوبليت صادير درت 4 كيسان تاع الماء وزوج كيسان تاع السكر. نتوما والسنيوه تاعكم قد ما تكون كبيره قد ما كيف يقولوا ضعفوا، فوالا ضعفوا الشربات تاعكم. هذه هي والكيل اكو شتوني هذا لو بلاطو هذا، شوفوا واش رفد لي زوج كيلات نواط كوكو زوج كيسان مع كاس تاع الدقيق. الا نتوما البلاطو كبير عليه على هدايا دوبليو، ديروا 4 نواط كوكو زوج تاع الدقيق وانتوما رايحين. هذه هي هنا هاني شوفوا اني كاع شرب فرغتهولو كامل هنا هكذا، نخليه يبرد ونوريه لكم واجد. الكاطو تاعنا راهو واجد كيما راكو تشوفوا، شوفوا الله يبارك اش جا هايل. هنا قطعتو مثلثات، هذا هو مثلثات نو ماشي مثلثات، عيطوا له مربعات لا لا مثلثات دي لوزانج والله ماني عارفه اسمه. مهم هذا هو كما قلت لكم راني درت يعني درت كلش ضعفت، درت زوج كيلات في عوض ندير كيله وحده درت بالزوج يعني دوبليت هكذا باش جاتني هاد السنيوه هادية. الشربات كما فهمتكم جاتكم شويه لقيتوها ناشفه زيدوا لها قد ما تشرب قد ما تجي خفيفه وتجي هايله. هذه هي دونك الوصفه تاعنا سهله سهله بالمزاف، تقدروا درك تنوضوا ديروها القهوه تاعنا الشيه. نتمنى ان شاء الله هذه الوصفه تكون عجبتكم، نتلاقاو باذن الله في وصفات اخرى. مع السلامه.